أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على دور قطاع تجارة التجزئة والمشاريع التجارية في رفض حيوية حركة الاقتصاد الوطني بما يوفره من خيارات متعددة شكلت مقصدا جاذبا للاستثمارات المحلية والخليجية والدولية في مملكة البحرين. وأشار سمو حفظه الله إلى أن النمو الكبير لهذا القطاع يجعل منه إحدى المقومات الاقتصادية الهامة التي يجب أن يتواصل الاهتمام بها عبر تطوير الأنظمة المساندة لنموها بما يواكب روح التجدد والابتكار، منوها سمو باتساع رقعة المجمعات التجارية الكبرى والذي يمثل انعكاسا حقيقيا لتنامي قطاع التجزئة وتنوع مداه بما يلبي متطلبات المستهلكين في مختلف مناطق البحرين، ومشيدا سمو بما تسخر به المملكة من كوادر وطنية مؤهلة ومدربة لإدارة وتشغيل هذا القطاع الحيوي. جاء ذلك لدى تفضل سمو حفظه الله اليوم، فشمل برعايته افتتاح مجمع وادي السيل التجاري بمناسبة الذكرى 48 على تأسيس قوة دفاع البحرين. ولدى وصول سموه يرافقه نجله سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة، كان في الاستقبال صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، والفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني، وسعادة الفريق الركن يوسف بن أحمد الجلهمة وزير شؤون الدفاع، وسعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، وعدد من كبار الضباط. وخلال الافتتاح نهنأ سموه معالي القائد العام وكافة منتسب قوة الدفاع بمناسبة الذكرى 48 على تأسيس قوة دفاع البحرين، مؤكدا فخره واعتزازه بالدور المحوري الذي تقوم به في الدفاع عن حياض الوطن وصون المكتسبات والحفاظ على مقومات وعناصر الهوية البحرينية الجامعة. وقال سموه إن الحرص الكبير والمتواصل الذي يليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه لتطوير هذا الحصن الوطني المنيع عبر توجيهات جلالته المستمرة هي الدعم الأساسي لاستمرار تقدم قوة دفاع البحرين نحو مستويات أعلى ومواكبة التطوير والتحديث على المستوى العالمي في الشأن الدفاعي وتعزيز الجاهزية القتالية لمنتسب قوة دفاع البحرين بما يؤهلهم للقيام بواجبهم وفق أعلى درجات الاحترافية. وأشاد سموه بما قدمته قوة الدفاع عبر مشاركتها إلى جانب أشقائها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لإعادة الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية الشقيقة، إلى جانب مشاركاتها الدولية والإقليمية الأخرى والتي تصب في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين، وهي محل تقدير وإشادة من الجميع لما ظهرت عليه من مستوى مشرف. هذا وبعد أن عزفت الفرقة الموسيقية السلام الملكي، تفضل صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية إذانا بافتتاح مجمع وادي السيل، ثم قام سموه بجولة داخل المجمع اطلع خلالها على المرافق والمحال التي ضمها المجمع. وقد أعرب سموه عن سعادته بافتتاح هذا المشروع الاقتصادي الحيوي والذي يواكب وتيرة تنمية تجارة التجزئة بمملكة البحرين ويأتي كإحدى النماذج الإيجابية للإسهام الفاعل والمسؤول لقوة دفاع البحرين بما يخدم حركة النمو والتطوير، مباركا افتتاح هذا المجمع التجاري وشاكرا لكل من ساهم في إنشائه من قوة الدفاع وخارجها، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة والوطن ينعم بمزيد من التقدم والازدهار.